FM. الكلمة ليك. مثلا الكراود فاوندينغ اللي هو معناها التمويل الجماعي اللي انت تمشي فما سور دي بلاتفورم معينين تقول ها هذايا مشروعي باش نعمله وعطوني فلوس ومتواليو مساهمين معايا. الى يومنا هذا ما فماش اطار تشريعي قانون يثبت الشيء هذايا. دونك فما ترسانه من القوانين اللي لازمها معناها تتبع ولازمنا نخدموا كما قلت لك معناها دوبوي لو بلو جون اج على الثقافه هذيك باش وقت اللي هو يكمل قرايته ما يبداش محبط ويقول راني تو راني كملت راني وليت بطال. يقول لا تو كملت قرايتي وتو باش نبعث المؤسسه نتاعي على خاطر سي فك الاعوام هذوكم مات الفكره في مخي ولقيت معناها الهياكل اللي معناها باش تعاوني باش ننمي الفكره هذيك وفما زاد التسهيلات الاداريه والماليه وفما حاجه اخرى سامحني باش نحكي عليها. راهو في تونس معناها لازمنا نخلقوا ثقافه نتاع قبول الفشل. نعطيك مثال تو انت مثلا خلقت شركه والشركه هذيك ما مشاتش نورمال عادي راهو كي تمشي للبنكه وانت مثلا تحب تاخذ قرض باش تعمل شركه تعرف شو تطلب عليك اونتر اوتر يقول لك جيب لي شهاده عدم افلاس. في امريكا كي تمشي باش تعمل شركه يقول لك انت انا الاولى هذه تقول له لا يقول لك الثانيه تقول له اي يقول لك نعطيك فلوس على خاطر انت ديجا تعلمت من الاولانيه تمرست دونك تو الاغلاط اللي عملتهم اول مره ماكش تعودهم. دونك فما لازم نخلقوا زاد الثقافه نتاع قبول الشيك وهذاك نستعملوه كمنصه باش نعاودوا نقفزوا باش نعاودوا معناها نعملوا شركات اخرى. الكلمه ليك.